بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لزميل ايمن جاده، شكرا لهذا الاستديو الممتع جدا للغايه حقيقه. تتمنى ان يستمر هذا الاستديو، لكن حان وقت المباريات نعم، والحديث عنها اكثر. ولا شك بان قنوات بي ان سبورت دائما ما عودت المشاهد على الجديد، على الحصري، على المميز، ودائما ما يكون السبيشل موجود في قنوات بي ان سبورت. لذلك لا يمل من جوزيه مورينيو، وسيكون حاضرا لا شك فيما هو قادم لنا، يعني اليوم فيما كان في السابق، وايضا في باركر يواجه تشيلسي. وهنا عن هذه المواجهه اللي يعني ممكن كانت ستكون خاب، هاو الحديث والمؤتمرات والكلام، خطوره ايدن هازار، عرضيه، الله على هيغوايين الكره الاولى عند الدقيقه الرابعه، وكان غونزالو هيغوايين لديه 10 اهداف هنا، لكن اسبيليكويتا والخطوره لا زالت، والتسديده من فولر الى خارج ارضيه مع جو براين، من سدد الكره الاخيره ذهبت لك نشوف البدايه هنا الاطراف، والدال عدل هازارد، وبعد ذلك هيغوايين برباعية مقابل أول مرة في بطولة الدوري مع تشيلسي. وليون أول الأهداف، أخذ لك أول الأهداف، كرة تلعب، الله على ألكساندر، يحقق أهداف، ثاني هدف في تشيلسي موجود هنا. كرة تي جورجينو، كرة أمامية ما في شيء على الإطلاق، الملعب عالي وأمامية الكرة الماضية، يعني رايان بابل متوقع ذلك، لكان أول أهدافي نعم حاضرة موجودة. كرة وصلت الآن، محاولة ويليان، كرة، الله غونزالو بنقلة ثلاثية بالنسبة لتشيلسي، ويليان اسبيليكويتا، كرة عرضية لغونزالو هيغوايين بلمسة واحدة وضعها في مرمى سيرجيو ريكو الكرة الماضية. شوف هذا اسبيليكويتا، يعني مسألة أن يبقى فولان في بطولة الدوري. وصلت لإيدن هازارد الكرة الأمامية، يغيب كرة في الجهة اليسرى للتعادل، فولهام، الله ألكساندر متروفيتش، لكن نعم كيبة، والثمانين مليون، شوف سبحان الله، كرة كان هولندي، كرة عالية خطيرة، الله كالوم تشامبرز يعادل النتيجة لمصلحة فولهام. نعم يأتي التعادل الآن بعد تسديدة ألكساندر متروفيتش التي تحولت إلى ركلة. لماذا لا يكون هازارد؟ برافو فولهام، هذا هازارد، هذا هازارد، يصلح هازارد، جورجينيو، الله على كرة جورجينيو، يضعها بصورة جميلة مثالية بعد نعم أن مرر له إيدن هازارد كرة على طبق من ذهب ووضعها جورجينيو يلعب الكرة الأمامية ناحية غونزالو، غونزالو هيغوايين يضيع كرة جميلة للغاية من جورجينيو، ولكن ينقل الكرة الممتازة والعرضية، لكن هنا الكعب بامتياز من توم كاري، وأودوي حاول لإيمرسون، إيمرسون يبحث، إيمرسون لا زالت هذا الممتاز في هذه المباراة. هنا لدينا الكرة التي تصل لهازارد، وتسديدة هازارد أيضا،
في تيمرن الذي يحولها الى ركله زاويه. على توم كايري لاعب ممتاز جدا، كانك تتحدث عن شوفهم عندهم كثير يقدمونه في كره القدم. وهرميه سيسيجنون للامام واتريان الكره لربما الان الاخيره الخطيره. الله، بنفس الجمله وبنفس الكيفيه ويليام أسبيليكويتا، وكذلك لدينا اللاعب غونزالو هيغوين. نعم، سجل ثالث الاهداف. هنا فرصه لكن التدخل الذي ريم براين ماكدونالد تشامبرز اكاديمي بابل، وهنا تسديدة ايضا من هازارد الى حارس المرمى ميتروفيتش. وسيج 3-1، وهنا لدينا تسديدة لكنها ايضا ابعدت، تسديدة ابعدت. لعب كرات ممتازة، وهنا الكرة وصلت لمصلحة ويليام وتسديدة ويليام الى خارج ارضية الملعب. ايضا فرصة ممتازة، جورجينيو قاعد يوزع من يفضل مين، ينقلها لكانتي، عرضية كانتي لينهي لمصلحة هازار وتسديدة هازار، تفويتة هازار، إيميرسون كرة عرضية لكانتي لكنها عادت إيدن عدى وراح إيدن، عرضية إيدن، لا يوجد أحد في الكرة الماضية، تحولت خطأ يأتي على ويليام من خلال الكرة الماضية. لكن شوف إن قدم مباراة ألكسندر مترو ميتروفيتش، كاد أن يأتي بالخبر الممتاز، لكن العمل الهولندي برافو برافو، يعني من فرق. وهنا لدينا هذه الكرة العالية وصلت مترو ألكسندر، يهيئ الله على كرة خطيرة من جو براين من خلال تمريرة من المميز تشامبرز. كلي روز إلى ويليام، يستحق هدف ويليام في هذه المباراة، وتصطد الكرة في دفاع فولهام، تحولت إلى ركلة زاوية. التسارة مستمرة هذا المساء.